مرحبا، نفكر الليلة خارج الصندوق في مستقبل غزة مهدد، بلينكن يغادر الشرق الأوسط وآمال الصفقة تعقد على جولة الرمق الأخير في القاهرة. في إطار تفاخرها بالإنجازات، طالبان أفغانستان تعلن وجه المرأة وصوتها عورة وتزهو بتدمير آلاف الآلات الموسيقية. محكمة جالو الليبية تأمر بإيقاف تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي ومخاوف من انفجار الأزمة في الشارع. بنتائج غير مجدية ومحاولات وصفت بأنها غير كافية لتحقيق الهدنة في غزة، انتهت جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط، والتي سعى في خلالها إلى إطفاء طابع الاستعجال على الجهود المبذولة للتوسط في إبرام صفقة تبادل ولوقف إطلاق النار في غزة. بلينكن والوسطاء من مصر إلى قطر علقوا آمالهم على اقتراح أمريكي يهدف إلى تضييق الفجوات بين الجانبين في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من السنة، بعد توقف المفاوضات الأسبوع الماضي دون تحقيق تقدم. فلنستمع أولا إلى ما قاله أنتوني بلينكن. رسالتنا واضحة وبسيطة وعاجلة، نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. الوقت هو الجوهر، لأنه مع مرور كل يوم فإن حياة الرهائن ستكون في خطر، والمدنيون في غزة أيضا يعانون حيث ليس لديهم الطعام الكافي ولا الرعاية الصحية الضرورية، وهم معرضون للموت بسبب قتال لا دخل لهم فيه. في نهاية جولة بلينكن أعلن الوسطاء أي مصر وقطر والولايات المتحدة في بيان تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديد لتقليص الفجوات، وكشفوا عن محادثات أخرى في القاهرة لم يرشح عنها أي شيء حتى الآن، وتأتي استكمالا للجولة السابقة بالدوحة لسد الفجوات في اتفاق الهدنة أي اقتراح بايدن المعدل، وهي جولة الرمق الأخير كما توصف الآن، حيث تعقد عليها كل الأمال، أمال عراق لإنقاذ غزة. وسائل إعلام أمريكية وصفت جهود واشنطن لرأب الصدع بأنها غير كافية في نقاط رئيسة، فيما تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بتعطيل التوصل للاتفاق. الثابت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي متمسك بشروط ترفضها حماس بشكل مطلق، وتشمل هذه الشروط السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم. ومن جهة أخرى تقول حماس إنما أبلغت به قيادة الحركة عن نتائج اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار يعد تراجعا عما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو الماضي، استنادا إلى مقترح الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية مايو الماضي. إذن حماس تتهم نتنياهو بوضع شروط جديدة وبعرقلة المفاوضات، فمن المسؤول إذن عن فشل مفاوضات الصفقة الحالية على الأقل؟ من واشنطن الباحث في معهد واشنطن غيث العمري، أهلا بك معنا. إذا ما يعني وجهنا السؤال نفسه إليك، من يعتبر المسؤول الآن في هذه الجولة عن إفشال أو محاولة إفشال الاتفاق؟ شكرا أخي طاهر. أول شيء ما تفضلتم، يعني لا تزال هناك جولة أخرى لا نعلم ما سيأتي منها، ولكن تحليلي على الأقل أن الجانبين الإسرائيلي وحماس لا يرغبان بالصفقة، كل من الطرفين يعتقد أن الوقت يسير لمصلحته، وبالتالي بنراه الآن هي ليست مفاوضات حقيقية، هي مجرد محاولة لرمي اللوم على الطرف الآخر. كل طرف يريد أن يظهر أنه هو الطرف الذي يعني يريد اتفاق، ولكن في الواقع الآن بالنسبة لنتنياهو استمرار الحرب مفيد له سياسيا، بالنسبة للسنوار يعتقد أنه إذا ماطل وإذا انهارت هذه الجولة قد يكون هناك حرب إقليمية تأتي لمصلحته، والولايات المتحدة في الواقع لا تملك أدوات ضغط حقيقية على أي من الطرفين، فللأسف الشديد يعني أنا متشائم.
للأسف. ولكن البعض يقول أن التخوف الآن هو من أن نتنياهو يريد تنفيذ المرحلة الأولى فقط وأن يعود إلى الحرب بعدها، وبالتالي هكذا يحاول أن يتماشى مع ضغوط الداخلية وضغوط الخارج، فيما هذا لا يناسب حماس التي تتهمه بأنه هو الذي قام بالتعديل والتغيير على الشروط التي كانت وافقت عليها أصلا. ما رأيك؟ أولاً هذا ليس جديد، يعني هذا موقف نتنياهو منذ بداية المفاوضات حتى قبل أن يقدم بايدن اقتراحه. يعني فكرة الثلاث مراحل هي فكرة موجودة من بداية السنة في الواقع، ودائما كان التوقع أنه سيكون يعني قد تكون المرحلة الأولى والأخيرة هي نفسها. بالتالي كانت حماس في البداية دائما تصر على وقف الحرب نهائيا منذ يعني كشرط أساسي، عرفت أن هذا كان مرفوض من كافة قبل من كل الأطراف. في يعني عندما حماس وافقت على البنية الجديدة التي اقترحها بايدن، كان الوقت قد مضى وكان الجانب الإسرائيلي قد انتقل إلى يعني طريقة تفكير أخرى. ولكن لا شك أن بالنسبة لنتنياهو المرحلة الأولى هي المرحلة الأخيرة، ولكن حتى هذا بالنسبة لائتلاف الحكومي هي غير كافي. نرى ما نسمعه الآن من سموتريتش ومن بنغفير ومن غيرهم أن حتى المرحلة الأولى هي غير كافية، يريدون الاستمرار في الحرب. وبالنسبة لنتنياهو مصلحته الأولى والأخيرة أن يبقى في الحكم. ألا يحمل نتنياهو إذن وحكومته المسؤولية الأعلى عن محاولة إفشال هذه الصفقة الآن أكثر من حماس وسنوار؟ في هذه الجولة لا شك، في الجولات السابقة كانت حماس هي التي تصعد أكثر. كل طرف في كل مرحلة يعني يحسب مصالحه، يحسب هل الوقت لمصلحته أم لا. الآن حماس قد تكون تحت نوع من الضغط، مع أنني أعتقد أنها يعني حتى لو وصل لفظة الحقيقة لا تريد ذلك، ولكن في هذه المرحلة لا شك أن نتنياهو لا يريد. وبالواقع يعني هذا ليس ما أقوله لوحدي، هذا ما يقوله مسؤولين الدفاع والأمن الإسرائيليين. واضح أن نتنياهو يقوم بما يقوم به. في الواقع يعني أقول لك أنه حتى في الحديث مع ناس من الإدارة الأمريكية يعني بالتلميح وليس بالتصريح يقولوا أن الطرف الذي يضيف شروط جديدة هو طرف غير جدي. هناك إحباط من نتنياهو، ولكن لا أحد الآن يملك أوراق ضغط على نتنياهو، هذه هي المشكلة. وهذا يستشف من بعض التصريحات كما قلت فيما تلمح إليه وليس فيما تصرح فيه. هذه الصفقة الخاصة بغزة يقول بلينكن أستاذ غيث يجب إنجازها في الأيام المقبلة، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيقها. دعنا نستمع إلى ما قاله قبل أن نعود إليك. الصفقة الخاصة بغزة يجب إنجازها في الأيام المقبلة، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيقها. في جانب يعني آخر مرتبط بإمكانية إنجاز هذه الصفقة كما يتحدث بلينكن، اللي بعض الوقائع عم تعارض أو عم تبين أنه بعض التصريحات مش عم تكون في محلها أو عم بيتغير الواقع المرتبط فيها على الأقل. في جانب آخر السلطة والبدائل، هل تجد بأنه مثلا انطلاقا مما طرحه الرئيس أبو مازن يمكن أن نتحدث عن مشهد جديد قادم توافق عليه كل الأطراف، أو أنه هذه دعوة ورسالة وزيارة كانت مفترضة معلن عنها وؤدت في مهدها؟ زيارة أبو مازن لغزة. نعم تماما. يعني أنا لا أخذها على محمل الجد. إذا كان أبو مازن فعلا كان يريد الذهاب إلى غزة كان يمكنه القيام بذلك منذ 10 أشهر. إذا أراد أبو مازن الذهاب لا يحتاج إلى إذن إسرائيلي وإلى تنسيق مع هذا وذاك. كل ما بإمكانه يقوم بها أن يذهب إلى رفح المصرية، إذا منعوه الإسرائيليين من الدخول يجلس في رفح، فعلها غيره، فعلها غوتيريس، فعلها وزراء أوروبيين ما إلى ذلك. هذه مجرد تسجيل مواقف. ولكن يعني فلنذهب عن هذه، يعني نتراجع خطوة للوراء ونقول شوف، من جهة هناك إجماع أن الدور الرمزي للسلطة هو مطلوب، يعني من كل الدول العربية والأوروبية. إذا نظرت مثلا إلى تصريحات لانان سيبل اللي هي مندوبة الإمارات في مجلس الأمن الأخير، يقولون لن نذهب إلا بدعوة من السلطة الفلسطينية. ولكن بالمقابل كلنا نعلم أن السلطة الفلسطينية لا تملك الإمكانيات أو حتى صراحة الشرعية للذهاب إلى غزة على الأرض. فهذه لعبة
دبلوماسية. ولكن بالنسبة لأبو مازن لو كان جديا أنا أعتقد أنه أن يذهب إلى غزة الآن، يذهب إلى رفح، هذا سيفرض أمر واقع. ولكن لحد الآن لا نرى أي تحركات حقيقية على هذا المضمون. تمام. بالنسبة لنتنياهو هو يعني عفوا نتنياهو مصر جدا أنه لا دور للسلطة، على الرغم من أن وزير دفاعه وأعضاء من حكومته وعندما تحكّلم مع حتى المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يعلمون أن لا بديل إلا على الأقل لدور رمزي، لدور للسلطة، لإعطاء الشرعية لدور أي طرف. لا يبدو في الضغط الكافي عم تمارسه الإدارة الأمريكية حاليا، إلى أي مدى باعتقادك من الآن وحتى الانتخابات؟ هذا سؤالي الأخير أو الزاوية الأخيرة اللي أريد أن أسألك عنها. إلى أي مدى بايدن يمكن أن يسلم هاريس أكثر وأن يمنحها نوعا من الإنجاز بما يؤثر على الانتخابات ويساعد الوضع في غزة؟ بالنسبة لنتنياهو الآن أمريكا لا تملك أوراق ضغط. نتنياهو يعلم أن بايدن ذاهب، أم نتنياهو بانتظار الانتخابات. إذا فازت هاريس فبايدن يملك ضغط في الفترة بين الانتخابات وتسلمها للرئاسة. أما إذا فاز ترامب فبالتالي بايدن أو بايدن لا يملك أي ضغط نهائيا. لاحظنا عندما ذهب نتنياهو إلى واشنطن وعاد وفورا اغتال شكر واغتال نتنياهو، لأنه يعلم أنه يفعل ذلك ولكن الإدارة الحالية أي أو أي أوراق ضغط. فالآن من هنا إلى حد الانتخابات بايدن وفريقه لا يملكون أدوات ضغط حقيقية على نتنياهو. شكرا جزيلا أستاذ غيث العمري الباحث في معهد واشنطن من هناك، تحياتي إليك. نحن باقون معكم لنتابع في خارج الصندوق بعد الفاصل. في إطار تفاخرها بالإنجازات، طالبان أفغانستان تعلن وجه المرأة وصوتها عورة وتزهو بتدمير آلاف الآلات الموسيقية. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. معاملة حركة طالبان للنساء في أفغانستان يمكن أن ترقى لجرائم ضد الإنسانية، هذا ما خلص إليه مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان قبل سنوات. إلا أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، فحركة طالبان أعلنت في إطار تفاخرها بالإنجازات التي حققتها منذ سيطرتها على أفغانستان قبل 3 سنوات من جديد أن وجه المرأة وصوتها عورة أمام الرجال وأمام أيضاً بعض النساء والفاسقات، يفرض ضوابط أكثر صرامة على النساء، أي القرار الجديد، وينص على وجوب تغطية وجوه النساء المسلمات خوفاً مما وصفها القرار بالفتنة، ليس من أجل الرجال فحسب بل حتى من النساء غير المسلمات والفاسقات، كما يمنح القانون صلاحيات أكبر لموظفي الحكومة لفرض العقوبات التي يرونها مناسبة ضد المخالفين دون أو المخالفات في هذه الحالة، وهناك قوانين أخرى متعلقة بالرجال كذلك دون الرجوع للمحاكم. جاء هذا بعد ساعات قليلة فقط من تفاخر الحركة بإنجازات لا تخطر على بال أحد. شملت تلك الإنجازات تدمير أكثر من 21 ألف آلة موسيقية خلال عام واحد، وإغلاق 25 ألف مركز للكمبيوتر في غضون عام كذلك. رئيس التخطيط والتشريع في حكومة طالبان قال إن الآلات الموسيقية جمعت وحرقت لكونها تعد من المحرمات، معتبرا أن القيود التي فرضت على وسائل الإعلام بمنزلة إصلاحات. تشديد القيود وفرض المزيد من القوانين المقيدة للحريات هو نهج طالبان منذ استيلائها على مقاليد الأمور مجددا في أفغانستان. فقد حظرت طالبان النساء أو منعتهن من ارتياد الجامعات والعمل مع المنظمات غير الحكومية، كما عززت الإجراءات السابقة التي اتخذتها الحركة وأغلقت بموجبها المدارس الثانوية في وجه الفتيات، وحدت من قدرة النساء والفتيات على المشاركة في المجتمع والاقتصاد الأفغانيين. وعلى أثر ذلك أو تلك القرارات عبر الكثير عن أسفه بمنع الفتيات من التعليم، وعلى رأسهم شيخ الأزهر الذي أكد آنذاك أن القرار يتناقض والشريعة الإسلامية، ووصفه بأنه قرار صادم لضمائر المسلمين وغير المسلمين. لكن بعد 3 سنوات من حكم طالبان، ما الذي جنته أفغانستان؟ يجمع متخصصون على أن هذه المدة كانت كفيلة بجر البلاد لعزلة دولية
تعميق الأزمات الداخلية، تغذية التطرف وقمع الحريات وفرض تفسيرات دينية متشددة موجهة ضد النساء بشكل كبير، فيما تعاني البلاد من ركود اقتصادي كبير أيضا، ويغرق سكانها في الفقر وسط أزمة إنسانية متفاقمة لا أمل فيها بتحسن الأوضاع في المستقبل المنظور وفق خبراء اقتصاديين. معنا من كابول الصحفي الأفغاني محب الله الشريف، أهلا بك. معنا من كابول أيضا رئيس المركز الأفغاني للإعلام والدراسات عبد الجبار باهير، أهلا بك كذلك. أبدأ معك سيد عبد الجبار، كيف يعني يسأل العالم الآن كيف يمكن اعتبار تحطيم وحرق آلات موسيقية بهذا العدد ومنع الموسيقى طبعا والأغاني إنجازا لطالبان، خاصة في هذا العصر الذي وصل إليه العالم أجمع؟ طبعا طالبان قراءتها الدينية سواء تجاه السياسة في أفغانستان أو الحكم في أفغانستان أو تجاه قضايا الاجتماعية في أفغانستان، موسيقى كان من أهم يعني الموارد التي تم منعها باتا سواء في التسعينات عندما كانت أولى حكم لطالبان في أفغانستان وبعد وصولها كذلك في 2021 في الحكم في أفغانستان. بطبيعة الحال يعني هذه قراءة لم تأتي من طالبان وإنما جاءت بنصوص على حسب رواية طالبان، وأنا لا أتحدث باسم حركة طالبان أو باسم الإمارة الإسلامية، لكن الرواية الإسلامية للإمارة الإسلامية في أفغانستان أنها تمنع الموسيقى، وبالتالي كل من يمارس أنت تعرف أنه هذا ينطبق على العالم الإسلامي أجمع الذي لا يقبل بمثل هذه التفسيرات، مش بس بموضوع الموسيقى، بموضوع مثلا التعليم أيضا، وما أصدره شيخ الأزهر آنذاك حول منع التعليم للفتيات بمواضيع عديدة متعلقة أيضا يعني من الحجاب إلى الغناء إلى مشاركة المرأة إلى صوت المرأة بأنه عورة، وهذا واضح بأنه يعني تفسيراته مختلفة جدا ولا تقبل على الإطلاق وعلى رأسهم الأزهر في عدد من هذه المواضيع التفسيرات والتي تلجأ إليها طالبان. إذن هل يعني طالبان مرجع الآن في العالم الإسلامي في الدين غير المراجع الإسلامية المعروفة العريقة القديمة؟ يعني هناك أمور رأي طالبان أو رأي الإمارة الإسلامية حولها تختلف عن قراءة الآخرين. تعليم المرأة لم تمنع لأنها محرمة على المرأة، وإنما على حسب تصريحات الوزارات المعنية بالتعليم في أفغانستان أنها منعت لأجل مؤقت، وإنما ستبدأ الدراسة من جديد، وهناك مؤسسات تعليمية لم تمنع بعد مجالات الصحة ومجالات يعني التعليم الابتدائي وكذلك التخصصات الأخرى التي تمشي على حسب القراءة الحكومية بطبيعة المرأة. تجوال المرأة لم تمنع، المرأة الآن تتجول في أفغانستان في شوارع أفغانستان تمارس عملها التجاري، نعم هي الممنوعة من أن تمارس عمل في مجالات التي لا تقدم خدمات إلى النسائية، يعني منعت من كيف تتجول إذا كان صدر القرار اليوم بأن صوت المرأة عورة؟ كيف بتروح؟ كيف تجي؟ مع مين بتحكي؟ كيف بتتاجر؟ كيف تشارك يعني بالاقتصاد وبالمجتمع إذا ممنوع تحكي قدام رجال؟ القانون الذي صدر اليوم وأعلن عنه قانون يعني يعتبر فقط تعليمات لأجل إصلاح المجتمع وليس قانونا يعني تشدد على المرأة أنها لا تخرج من بيتها. نعم الغطاء الوجه اعتبرتها لم تعتبرها أنها غطاءها يعني لازم حسب التعليمات الإسلامية، وإنما لأجل الفتنة على حسب يعني تصريحات القانون. المهم النتيجة، شو بدي بالسبب؟ المهم النتيجة وجوب تغطية كامل جسم المرأة، ضرورة تغطية وجه المرأة خوفا من الفتنة، يعني هذا صوت المرأة عورة، يعني رفع صوتها بالغناء والأناشيد والقراءة في التجمعات بين قوسين، منع المرأة من ارتداء الملابس الخفيفة والقصيرة والضيقة، يفرض على المرأة المسلمة تغطية وجهها وجسدها من الرجال غير المحارم، وجوب أن تتستر المرأة المسلمة والصالحة من النساء غير المسلمات والفاسقات خوفا من الفتنة، نظر الرجال البالغين إلى وجه وجسد المرأة ونظر النساء البالغات إلى وجه وجسد الرجل حرام، عند خروج المرأة البالغة من منزلها لقضاء حاجة ضرورية
فإنها ملزمة بتغطية وجهها وبدنها وعدم رفع صوتها. هذا ناهيك عن بعض القوانين الأخرى على الرجال أيضا لجهة اللحى وغيرها. طبعا كل ما ذكرت جاء في هذه القوانين, وكل ما 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 تطالبها الحكومة الأفغانية تعتمد على نصوص دينية. أنا لا أناقش هذه النصوص الدينية, وإنما نصوص التي عرضتها بنفس القانون. كل مادة لها مرجع أو لها يعني مصدر ديني, سواء من الحديث أو الآية أو الفتاوى الإسلامية. لكن هناك روايات متشددة للحكومة الأفغانية لا تقبلها بعض العلماء حتى في أفغانستان وخارج أفغانستان. وهذا لا يعني لا نكد لنا نرى أن كل ما جاء أو كل تعليمات دينية هي متفقة تماما في جميع الدول الإسلامية. التي جاءت في هذا القانون الذي صدر اليوم هو على الرواية يعني الإسلامية للحكم تفسير طالبان للرواية الإسلامية, لأن هذا مش تفسير يعني ليس فقط المجمع عليه طالبان, وإنما التفسير الذي مش المجمع عليه. على الأقل دعنا نقول مش المجمع عليه إسلاميا في كل العالم, لأنه على الأقل موضوع التعليم شيخ الأزهر رد بشكل واضح ويعني مسهب. موضوع التعليم لم يأتي بعد على ده, كيف لم يأتي موضوع التعليم لم يأتي بعد؟ يعني موضوع التعليم لا 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 لم يأتي بعد في هذا القانون الذي ينص على أن المرأة ممنوع عليها التعليم, وإنما كيف تمشي إلى 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 خارج من بي تعليم الجامعي. كيف تعليم الجامعي طالبان حضرت التعليم الجامعي للفتيات؟ نعم التعليم الجامعي لم يمنع صح ممنوع, لكن ليس بحسب القانون الذي صدر اليوم لأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ممنوع مؤقتا على حسب تعليمات من زعيم طالبان أن هناك يعني محاولة وهناك إرادة جادة لإيجاد بيئة تعليمية إسلامية تمشي مع طبيعة المرأة وتعليم المرأة وممارستها لهذا التعليم. ما هي المجالات التي تمارس فيها المرأة تعليمها؟ ما هي الطرق التي سوف تأخذها نحو التعليم المرأة؟ ما هي يعني المناهج الدراسية التي يعني قصدك موضوع الدراسي بعده عم يتناقش في المؤسسة نهائي بعده عم يتناقش, بس كان صدر يعني الحظر طالبان وبناء عليه صدر تعليق شيخ الأزهر وتعليقات العالم ككل على هذا الموضوع, وذكرنا بعض مما قاله شيخ الأزهر في هذا الموضوع. بس أيضا بمواضيع متعلقة بصوت المرأة عورة, يعني كمان في عدم إجماع إسلامي على هذا الموضوع, والكثير من المفتين المسلمين تحدثوا بهذا الموضوع, منهم مثلا المفتي دكتور شوقي علام اللي تحدث عن أنه ذلك يجوز شرعا سماعه, أي يجوز للرجال شرعا سماع صوت المرأة والإصغاء إليه يعني عند أمن الفتنة وعدم الخوف من الوقوع في محرم, ولا يعد ذلك حراما. أعود إليك بعد قليل, أعود أو أذهب الآن إلى ضيفي السيد محب الله شريف. ما تعليقك على إصدار مثل هذا القرار ب يعني الجزاء اللي أيضا يترتب على خرقه, لأنه هذه يعني هيئة يمكن لها أن تقوم بإصدار الأحكام دون العودة إلى المحاكم مباشرة؟ نعم, بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء أقدم تحيتي لكم ولضيفنا الكريم كذلك ولمشاهدينا الكرام على شاشة قناة العربية. أعتقد أن مثل هذه التعليمات لو نسميها يعني بأدق الألفاظ من دون أن نسميها بالقوانين, هي سوف توجه ضربة قاسية جدا لجميع تلك النشاطات التي تتعلق بحياة المرأة, سواء أكان ذلك الأمر في مجال التعليم أو خارج مجال التعليم. وحتى البعض يفسر الأمر أو يفسر هذه الخطوات بأنها هي تقريبا رجوع إلى نفس تلك الصورة التي كانت في التسعينيات عندما سيطرت حركة طالبان على كابول ومعظم مناطق أفغانستان. والبعض حتى يعتبرها بأن هذه الخطوات سوف تأخذ أفغانستان أكثر شيء إلى التجريد من العالم الحالي وعدم الوصول إلى الهدف باعتراف رسمي دولي لهذه الحكومة التي جاءت بصورة
مجرد جديدة ومؤقتة، وهذا الأمر سوف يعني يصعب الأمر لكي يرجع إلى المسار المطلوب شعبيا هنا في أفغانستان. مثلا عندما طبقنا هذه القيود على حياة المرأة فالأمر سوف يكون خلاص، يعني لا أمل في إعادة مراحل التعليم ولا مراحل تعليم الجامعي، فهذا الأمر يعني سوف يكون معاكسا تماما لما يتمناه الشعب الآن حاليا وبكل صراحة حتى في العاصمة الأفغانية يعني وبقية المدن في أفغانستان. الشعب يقول نحن نريد التعليم ونحن نريد التعليم العالي للبنات ونريد العمل للسيدات حتى لو كان ذلك وفق الأسس والمبادئ الشرعية المتفق عليها عالميا بين الأمة الإسلامية. وهذا الأمر سوف يضع حركة طالبان والإمارة الإسلامية في أصعب موقف أمام الشعب، لأن الأمر سوف يكون صعبا في التطبيق والتنفيذ، وهذا الأمر سوف يأتي بنتيجة أقل لو كان الأمر يعني بالوعي الكامل وكذلك بالإلمام الكامل شرعيا بالعلوم الشرعية، كان الأمر سهلا بعد ذلك في الشعب الأفغاني. وهذا الأمر كذلك سوف ينعكس سلبا على نشاطات إمارة أفغانستان الإسلامية في المسار السياسة الدولية عندما تمشيها ليس مع الدول التي هي لا تعد دول إسلامية، إنما سوف تكون هناك صعوبات وربما يعني أشياء لن تطيق حركة طالبان حملها والإمارة في المجال. ولكن بالأخير الشعب رح يكون ضحية لأنه العالم الدولي تخلى عن أفغانستان، انسحبوا الأمريكان بعد 20 سنة من الحرب وعارفين لوين واصلين، وتتسلم طالبان الحكم وعارفين الأمريكان أنه رح تتسلم طالبان الحكم اللي هني أزاحوها، والعالم الآن بدأ يتقبل السفراء ولو يعني قليلا قليلا، ولكن بدأ يتقبل سفراء طالبان في بعض الدول. فإذا هناك مشكلة حقيقية واقعة على هذا الشعب الذي سيكون بين سندان تخلي العالم ومطرقة طالبان في الداخل. ما رأيك بهذا الكلام سيد أعذرني سيد عبد الجبار بهير؟ طبعا يعني حكم طالبان الذي جاء عقب المقاومة 20 سنة وليقدين أمام المحتل الأمريكي والعداء الأمريكي الطالباني لا يكون سهلا أن يكون هناك قبول لرؤية طالبانية سواء رواية دينية أو الحكم الأفغاني بحت. نحن نختلط أحيانا بعض الأمور وبعض الشيء، تعليم المرأة دائما يذكر على مثابة أنها أو أنه يعني أهم عمل الذي يعتبر يعني سلبا على طالبان. نعم طالبان لا زال تحاول، لا زال هناك نقاشات بين قيادات طالبان أن المرأة لابد أن تمشي إلى المدرسة وإلى الجامعة، ومنع المرأة من المدرسة والجامعة ليست لأنها ممنوعة المرأة كما ذكرت، لكن أنا أذكر كذلك أريد أن أوضح أن هناك أمور ساعدت المرأة الأفغانية، تحرش بالمرأة الأفغانية، المرأة الأفغانية كانت في المجتمع الأفغاني يقدم عرضة كأداة يعني بين القبائل. التقرير كذلك يتكلم عن هناك حوالي 600 يعني 600 واقعة أو 600 حادث منعت المرأة من أن تقدم عرضة لأداة العداء بين القبائل. كذلك هناك أكثر من 1000 يعني موضع لتحرش منعت المرأة كذلك أو اعتبرت المرأة. هذا مهم منعه، ولكن لا يمكن أن تعدد عشرات الحالات فيما يتعلق بأمور معينة وتحرم ملايين النساء والفتيات من كل هذه الأمور اللي تعتبر حقوق إنسانية طبيعية بديهية لا أحد يجادل فيها في العالم، وحتى صحفيين لا يمكن في العالم بأن يكونوا محايدين فيها لأنها تعتبر من الحقوق الإنسانية البديهية لأي إنسان كان امرأة أو رجل، خاصة عندما يتعلق الموضوع بحريته بصوته بحريته بتعليمه بحريته وإلى ما هنالك من ما هو عكس هذه القوانين اللي صدرت كلها واللي عددناها قبل قليل. سيد بجير يعني هناك
يعني هناك قوانين وهناك عمل ميداني. نعم، لعل يكون احيانا الكلام يكون اكثر تشددا من ما يدور في الواقع الميداني. لعل الكاميرا العربيه يعني خرجت وراقبت شوارع كابول. المراه التي تظهر على الاعلام الافغاني المحلي وهو يعني خير مثال على ذلك. المراه لم 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 لم, لم تمنع من ممارسه عملها، وانما قيود واضحه التي تعتبر الحكومة الأفغانية يعني تعليمات إسلامية أفرضت على المرأة، ليس فقط على المرأة، على الرجل كذلك. الرجل كذلك الآن يعني لا يمشي بكل يريدها، يعني أن يمارس كل عملها. الرجل لا يستطيع أن يمارس مثلا عدة. طيب، القانون يقول منع حلق اللحية أو تقصيرها أقل من قبضة اليد، منع قصات الشعر المخالفة للشريعة، منع مصاحبة غير المسلمين ومساعدتهم والتشبه بأشكالهم وسلوكهم، منع لبس الكرافتة ولبس الصليب وكافة ما يشبههما من الأمور غير الشرعية، السماح للمحتسبين في طالبان بفرض العقوبات التي يرونها مناسبة ضد المخالفين دون الرجوع للمحاكم، بدءا من النصيحة والتخويف والتهديد إلى السجن لمدة 3 أيام. صحيح، هكذا ورد القانون اليوم. يعني هناك موارد للقانون نصت على أن من يخالفها من ساعة، ليس من 3 أيام، من ساعة واحدة إلى 3 أيام، لكن المواضيع الواضحة، وليس كل من ثلاثة يريد أيام كحد أقصى أن يلقي على الرجل والمرأة يعني كحد أقصى. وهناك محاكم بداخل وزارة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يعني أن 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 مسؤول في أو الموظف في وزارة الأمر بالمعروف سوف يمارس كل ما يقتضيه هو أو تبعته، وإنما وفقا للأصول والتعليمات التي نصت في هذا القانون نفسه. والقانون كذلك يعتمد على أن المحكمة هي الجهة الوحيدة. الوزارة كذلك هناك قسم في الوزارة، قسم الشكاوى، هناك أكثر يعني هناك آلاف الشكاوى. التقرير كذلك تمام. هل توافق على أنه في شروط وضوابط؟ 10,000 شكاوى نصة. معلش اسمح لي بس أخذ رأي الأستاذ محب الله شريف، هل توافق مع الضيف على أنه في شروط وضوابط يعني وقيود، يعني مش كل ما تريد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التي ستطبقه، وبالتالي وأنه الضوابط واضحة في هذا الإطار؟ هذا الأمر يعني من باب التنفيذ سوف يكون أو سوف تكون له عدة تداعيات، وأنتم سوف ترون الأمر، وكذلك الشعب الأفغاني سوف يرى ماذا سوف يحدث. الأمر سوف يكون صعبا جدا إن ولي الأمر إلى جهة واحدة من دون أي رقابة عالية عليها. هذا الأمر سوف يكون له ربما يعني أسباب سلبية أكثر من الإيجابية، لأن المحكمة لو الوزارة في نفسها هي محكمة وفي نفسها هي الجهة المقننة وللتشريع وكذلك وهي المنفذة والمطبقة للأمر، فسوف يكون الأمر يعني أحادي الجانب، وسوف يكون الأمر بداية ونهاية، وحتى المراقبة سوف تكون متعلقة بنفس الإدارة. لو صار الأمر بهذه الصورة يعني هي الخصم والحكم، سوف يكون الأمر له جوانب. نعم، هذا الأمر سوف يكون صعبا، لأن كما نرى في التشريع الإسلامي هناك السلطة التقنينية والتشريعية يعني هي غير تلك السلطة التي تقوم بتنفيذ وتطبيق القوانين وربما اللوائح وربما التعليمات التشريعية الإسلامية. وكذلك هناك سلطة يعني محايدة ومستقلة، سلطة القضاء، هي يعني على جانب وهي لها صلاحيات عالية جدا، وهي تكون مستقلة للنظر في جميع القضايا وكذلك دراسة كل القضايا وفق التشريع الإسلامي ثم القضاء والحكم تمام. فيها هذا الأمر يعني لو وكل لإدارة واحدة سوف يكون الأمر صعب. شكرا جزيلا لك الصحفي الأفغاني محب الله شريف من كابول. شكرا أيضا لرئيس المركز الأفغاني للإعلام والدراسات الأستاذ عبد الجبار بهير. تحياتي إليكم. بقونا معكم لنتابع أيضا بعد الفاصل. محكمة جالو الليبية تأمر بإيقاف تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي ومخاوف من انفجار الأزمة في الشارع. بدون فاصل. طيب،
أزمة جديدة في ليبيا مسرحها الظاهر الآن المصرف المركزي. تفاقم الأمر حين أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي بإقالة المحافظ الحالي للمصرف الصديق الكبير وتعيين مجلس إدارة جديد. لكن مصادر العربية أكدت أن محكمة جالو الابتدائية أصدرت حكما قضائيا بوقف قرارات الرئاسي حول المصرف المركزي واعتبار ذلك من العدم. بالنسبة للكبير يتمسك الرجل بمنصبه ويرفض محاولة الإطاحة به أو تسليم موقعه إلى الشكري الذي عين بديلا عنه. لكن ما هي خلفيات إقالة حاكم المصرف المركزي من منصبه من قبل المجلس الرئاسي؟ طبعا هناك البعض ممن يرى بأن إقالته على الصلة بالتحالفات السياسية الفوضوية الآن في ليبيا مع كثرة المجالس وكثرة المؤسسات الليبية بين شرق وغرب واختلافات حتى في داخل المؤسسات نفسها. إذن نحن نتحدث هنا تحديدا عن آخر التصريحات لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى مثلا الذي قال إن اختصاصات المجلس الرئاسي محددة محذرا من أن تغيير المحافظ قد يترتب عليه تجميد لأرصدة ليبيا. نستمع قبل أن نبدأ النقاش. العبث وتغيير في هذه المرحلة هذا يترتب عليه يعني قد يكون تجميد أرصدة ليبيا ودائع ليبيا، أيضا تتعرض منظومة السويفت لأي صعوبات أخرى في تحويل إيرادات النفط، أيضا في انهيار العملة المحلية. يعني أن في كل الأحوال المساس بهذه المؤسسة في هذا الوقت عمل ضرر بالشعب الليبي وبالاقتصاد الليبي. ينضم إلينا من طرابلس السنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة. أهلا بك. من القاهرة عبد الحفيظ غوقة القانوني الليبي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا، أهلا بك كذلك. أبدأ معك أخذ رأيك في هذه النقطة أولا، بأنه الاتفاقات السابقة وعلى رأسها اتفاق صخيرات وما بعدها لا تحدد هذه الاتفاقات بالضبط من يتخذ بعض القرارات ومنها بشأن تعيين رئيس المصرف المركزي إلا بالتشاور بين المؤسسات المعنية وهنا بين شرق وغرب. فأخذ وجهة نظرك حول هذه النقطة قبل أن أنقلها إلى السيد إسماعيل، تفضل. في البداية مساء الخير أخي طاهر وضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. يعني المشكلة في ليبيا ليست في إقالة المحافظ أو الإبقاء على المحافظ، هذه لا تحل مشكلة ليبيا على الإطلاق، وهذه طالما يعني كانت محل أخذ وعطاء ورد من مجلس النواب بداية الذي أصدر قرارا بإقالة المحافظ وعين بديلا عنه، ولكن كان ذلك بالمخالفة للاتفاق السياسي كما هو معروف للجميع. ثم عاد المجلس النواب وتعامل مع المصرف أيضا ومع المحافظ وسحب قراره السابق. الآن أعتقد أنا في وجهة نظري أن المجلس الرئاسي بالرغم من أنه لا يملك الاختصاص حقيقة في مثل هذا الأمر في إقالة المحافظ لأنه يعني يعين من قبل السلطة التشريعية ويقال بالتالي من ذات السلطة، ولكن أعتقد أن الهدف أنا في تقديري من ما أقدم عليه المجلس هو تحريك المياه الراكدة في المسار الاقتصادي وأيضا في المسار السياسي في مجال الانتخابات. قبل بس كيف يمكن أن يفعل ذلك وهو لا يحق له لا بالاتفاقات ولا بموضوع أنه يعني صحيح لا يحق له ولكن لا يحق لغيره أيضا. في عندك موضوع أيضا المدة أنه مدته منتهية، وفي موضوع أنه هو المجلس كان أقاله أصلا ب 2018 قبل أن يعني تصير العلاقة سمنة على عسل. يعني أعتقد أن حتى في يعني الأمم المتحدة والمبعوثة الأممية في إحاطتها يوم أمس أمام مجلس الأمن أتت عليه مسألة تغيير المحافظ من ضمن القرارات الأحادية التي تتخذها بعض الأطراف والتي تؤزم الموقف. ولكن أنا في ظني بالرغم من أن هذه يعني محل خلاف مسألة المحافظ، ولكن الهدف أعتقد في تصوري وفي قراءتي أن ما أقدم عليه المجلس الرئاسي هو مجرد تحريك هذا المسار الاقتصادي وألقى فعلا حجر في المياه الراكدة سواء كان على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي. طب اتخذ المجلس الرئاسي قرار بإنشاء مفوضية أسماها المفوضية الاستفتاء والاستطلاع أعتقد أو استطلاع الرأي. لماذا؟ لأن الانتخابات لم تجرى، لأن قانون الدستور لم يطرح على الاستفتاء، وبالتالي في محاولة منه لتحريك هذا الجانب الدستوري الانتخابي. وبالرغم من ذلك هو
لا يملك أن ينشئ يعني مؤسسة سيادية بقرار. بس دعني أنقل فكرة أنه ليس من صلاحية المجلس الرئاسي إقالة الصديق الكبير. أنقل هذه الفكرة إلى الأستاذ إسماعيل، ما رأيك؟ تحية لكم طيبة ولكل السادة المشاهدين. طبعا هو فيما يخص هذه القرارات التي وصفت بأنها أحادية، وبالفعل هي أحادية، وهي جزء من لنقل صراع بين مجلس النواب من جهة والمجلس الرئاسي من جهة. المجلس الرئاسي طبعا دخل في تحالف واضح، وليس تحالف، هو أساسا جزء من السلطة التنفيذية التي انبثقت من اللي هو ملتقى جنيف، وبالتالي فهو سيكون متحالف، أو على الأقل نقوله إن لم يكن تابع، يعني على الأقل نقول نحن نريد أن نقول متحالف ولا نريد أن نقول تابع، احتراما للسادة في المجلس الرئاسي لحكومة دبيبة أقصد يعني. لذلك فالترتيب للأمر كالآتي: بالنسبة للمجلس النواب اتخذ قرارات أحادية هي الأخرى، بنزع صفة القائد الأعلى من المجلس الرئاسي، وبإلغاء اتفاق جنيف، وأيضا بتجميد ولاية حكومة الدبيبة. طبعا حكومة الدبيبة هي مسحوب منها الثقة، ولكن زاد مجلس النواب قرار آخر بسحب الولاية منها وإعطاء هذه الولاية إلى الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمد. طبعا هذه إجراءات اتخذها مجلس النواب ولقت اعتراض من مجلس الدولة، ثم فجأة أصدر الرئاسي قرار أحادي هو الآخر، وهو ليس من صلاحياتي بكل تأكيد، بإقالة السيد الكبير. الحقيقة الكبير طبعا هم يعلمون جيدا بأنه لا يمكن زحزحته من مكانه، ولكن ربما يكون هناك أهداف أخرى من هذه القرارات، باعتبار أننا نشهد محاولة ممارسة ضغوط على مصرف ليبيا المركزي لكي من أجل يعني تسهيل أموال لحكومة السيد الدبيبة. السيد بعد ما صار المثل للشرق، يعني بعد تحويل الأموال للشرق، فبالتالي يحاول المجلس الرئاسي أن يضغط لتحويل بعض الأموال إلى الغرب الآن، إلى حكومة دبيبة. بس هل يمكن للحكومة السلطات التنفيذية في الغرب أن تمنع السيد الصديق الكبير أن يمارس عمله ومهامه، خاصة أن التصريحات الأمريكية تغطيه بشكل كبير جدا، مثل تصريحات سيد نورلاند مثلا؟ لا، ودعك من الموقف الأمريكي، لأنه غير واضح الصراحة، وغير بل ربما أن سبب الارتباك الذي نشهده الآن هو أن الموقف الأمريكي وموقف البعثة الأمم المتحدة غير واضح وغير قاطع. يعني يتحدثون عن مؤسسة ولا يتحدثون عن محاولات إقالة رئيس هذه المؤسسة بطريقة غير قانونية. طبعا هذه دعك منها، لكن لا، تصريحات نورلاند واضحة، ممكن الأمم المتحدة شوي بأن يعني تكون هيك تصريحاتها عامة مثل العادة، بس تصريحات نورلاند معلش خليني أطلع لك إياها، لأنه قرأت تصريحاته كانت يعني فيها الكثير من الوضوح. يعني قال بشأن إقالة محافظ المصرف المركزي: ندد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بمحاولات غير مقبولة كما سماها لدفع محافظ المركزي للاستقالة، وحذرا من أن استبداله بالقوة يمكن أن يؤدي إلى استبعاد ليبيا من الأسواق المالية العالمية. واعتبر نورلاند أن المواجهة في طرابلس تسلط الضوء على المخاطر التي يشكلها الجمود السياسي السائد في ليبيا، في منشور على أكس. نعم، هو على كل حال يعني هذا الصراع بين الحكومة، حكومة دبيبة والمصرف، أو المجلس الرئاسي والمصرف، يعني هي إن قلت هذه أو تلك فهي مسألة واحدة. فهذا المصرف ذكر معلومة مهمة جدا، وهو أنه قد صرف 76% من ميزانية 2024 إلى حكومة السيد الدبيبة، وهذا يعني بأنه ربما تكون هناك مشكلة أخرى ليست موضوع الميزانية. وأعتقد بأن يعني مثل ماذا؟ أي المشكلة هذا تتحدث عنها؟ أعتقد بأن ربما السيد يعني دبيبة يعني ربما يعترض على
أن مصرف المركزي يسعى أو يدعم هذا الاتجاه اللي هو تشكيل حكومة موحدة، لأن هذا ذكر حتى في قرار أو طلب المصرف من المجلس النواب أن يعني يقرر ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، أكد على ضرورة أن تكون هناك حكومة موحدة وميزانية موحدة. الميزانية هل تتفق أستاذ عبد الحفيظ غوقا؟ معلش سيد الشمسي، دعني أحيل هذه النقطة إلى سيد غوقا، وأريد أن يعني أضيف إليها فكرة هذا التمسك اللي هو يعني البعض مستغربه الصراحة من الشرق بشخص سيد الصديق الكبير بعد كل هذه المدة اللي قضاها، يعني شو السبب، شو السر؟ يعني المحافظ في القانون يعني مدة لا تتجاوز 5 أعوام، الآن محافظ مصر في المركزية مع كامل احترام لشخصه يعني مضى على تعيينه من 2011، يعني الرجل داخل في 13 سنة، فأمر طبيعي أنه يستبدل بمحافظ آخر. ولكن الإشكالية الكبيرة أن السيد الصديق الكبير يستفيد من هذه الخلافات السياسية، مثلا عندما أصدر مجلس النواب قرارا وهو كان يملك ذلك القرار آنذاك باستبداله وقام بتعيين محافظ آخر، رفض السيد الصديق وتحجج بالاتفاق السياسي وبالمادة 15 التي يجب أن يتشاور فيها مع مجلس الدولة، وبالتالي استفاد وبقي في منصبه. للأسف الشديد يعني الحجج التي ساقها رئيس مجلس النواب الآن أصبح يدافع عن الصديق الكبير هي مسألة مصالح. يعني ما الذي تغير؟ يعني ما الذي تغير؟ الصديق الكبير هو الصديق الكبير. أنا مع أن لا يبقى أحد في منصبه لمدة تتجاوز 5 أعوام، لأن ذلك معنى ذلك أن الفساد حتى لو كان في فساد سيترسخ هذا الفساد، ما بالك بالعشرة وبالعشرين سنة. يعني هؤلاء استمروا في مناصبهم، ليس فقط الصديق الكبير، أنا لا ألوم على الصديق الكبير فقط، ولكن كل المسؤولين. انظر إلى المشري وإلى تكالة وإلى عقيلة وإلى المجالس والحكومات، لا أحد يريد أن يغادر كل المؤسسات تجاوزت مدة. يعني صحيح الموضوع لا يتعلق على الصديق، بس أنقل لا يتعلق هذا، اعذرني بس أنقل هذه النقطة للأستاذ سينوسي لأسأله عما هو قادم بشأن، خاصة عندما نعرف بأن مثلا بحكم طبيعة الدبيبة نفسه مع حفظ الألقاب للجميع بالصديق الكبير، وبالتالي قرار المجلس الرئاسي الآن، هذا شو رح يكون يعني حكمه على مستقبل الأيام أولا، أو تأثيره على مستقبل الأيام، وثانيا هل يمكن أن يمنع الصديق الكبير من ممارسة مهامه، وهل سيتسلم سيد شكري مهامه بديلا عنه، هل سيتمكن من ذلك؟ أنا أعتقد بأن السيد الكبير يعني أكبر منهم كلهم الحقيقة، لا يستطيعون منعه من مزاولة عمله لا دوليا ولا محليا، خاصة في ظل أن التشكيلات العسكرية في والأمنية في طرابلس كلها أعتقد كلها اجتمعت وأكدت على أنه غير مسموح بأي تدخل مسلح في هذا الأمر اللي هو موضوع قرار رئاسي، لا من هذا الطرف ولا من ذاك، وغير مسموح أيضا بدخول أي قوة عسكرية أو أمنية من خارج طرابلس، وهذا طبعا يعني بأنه لا يمكن منع السيد الصديق الكبير من مزاولة عمله، خاصة أن القانون أقرب، هو أقرب أن يكون وضع قانوني من القرار الذي قرره حتى لو كمل بسياساته بدعم يعني الشرق له، بدعم البرلمان له، وبرفض المجلس الرئاسي له، وعلاقته بالدبيبة غير يعني رائعة جدا كما يقال، رغم كل ذلك يمكن أن يستمر ومن العاصمة؟ هو شوف سيدي، حتى موضوع الشرق هذا في تفصيل شوية، يعني مجلس النواب هذا صحيح دعمه أكيد مؤكد وحاسم، يعني لأن مجلس النواب مع مجلس الدولة هما كلاهما هما من يحق له أن يغير مجلس إدارة مصرف المركزي أسوة بالمؤسسات السيادية الأخرى. لكن أيضا هناك مسألة مهمة جدا، وهي أن السيد الصديق الكبير من سياساته طوال السنوات الماضية هو أنه كان يتعامل مع كل الأطراف الليبية على حد سواء، كان ينأى دائما بالمصرف، ولازال يعني يحاول أن ينأى بالمصرف عن التجاذبات السياسية، وهذا أعتقد من أسباب البقاء، يعني خاصة أن المناكفات التي حصلت من خلال يعني السنوات الماضية يعني كانت لم تكن يعني سببها الرئيسي هو مشكلة أن تجاه أن الصديق ربما لا يوجه أموال إلى الشرق، ولكن كانت هناك أمور سياسية أخرى يعني كانت ربما نناقشها في أوقات أخرى. أعتقد بعشرين ثانية أستاذ عبد الحفيظ غوقا، هل ليبيا تتجه إلى مصرف مركزي ثاني أيضا في الشرق؟
لا لا أحد يتمنى ذلك. وأنا أقول يعني في هذه العجالة أن يعني المؤسسة المصرفية بالرغم من انقسام الأعصاب ولكن عادت يعني توحيد نفسها وظلت مؤسسة واحدة مصر في المركز. تمام. أنا الذي نأمل أن تبقى موحدة على الأقل هذه المؤسسة. شكرا جزيلا لك عبد الأستاذ عبد الحفيظ. أنا شكرا أستاذ سينوسي إسماعيل. عذراني للأسف انتهى الوقت. شكرا جزيلا. إلى اللقاء.